المطربة شيرين عبد الوهاب وجوزها المطرب حسام حبيب بيقضوا الصيف في الساحل، لكن الأغرب الشكل الجديد اللي ظهرت بيه شيرين. حقيقي مش هتصدقوا شكلها ووزنها ولبسها بقى عامل ازاي. محدش عارف ازاي شيرين فقدت وزنها كده ولبسها بقى مناسب لجسمها وشكلها بقى زي القمر من تاني. كل دي تفاصيل جديدة في حياة شيرين اللي كمان شغالة على ألبوم جديد هتفاجئ بيه الجمهور الفترة اللي جاية. يلا بينا نقول لكم ايه اللي حصل في الفيديو ده. واضح كده ان شيرين ناوية تتغير وتبقى واحدة تانية غير اللي الجمهور يعرفها، بالذات انها في الفترة الأخيرة كان شكل جسمها يعني مش مظبوط بالنسبة لناس كتير وتخنت جامد، والجمهور بقى بيتريق على لبسها، ويمكن التنمر اللي تعرضت ليه هو اللي خلاها تاخد بالها وتغير شويتين. علشان كده في قرار جديد في حياتها أخدته، ولما تنفذه هيكون مفاجأة للجمهور اللي مستني يشوف نجمة كبيرة بقيمة شيرين ترجع تاني زي الأول وأحسن، مهتمية بنفسها. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قرروا يكونوا من المشاهير اللي بيشاركوا في اللي بيحصل في الساحل، وطلعوا يخربوها بقى هناك خروجات وسهر وصرف فلوس وحضور حفلات ودنيا تانية خالص. وطبعا كلنا عارفين الساحل واللي بيحصل فيه وقت الصيف. حسام وشيرين قرروا يعملوا كده علشان واخدين اجازة من الشغل ووجع القلب وكام يوم كده ويرجعوا تاني علشان يشوفوا كمية الشغل اللي وراهم. لكن شيرين ظهرت في صور فاجئت بيها الكل، وما كانوش مصدقين ان دي شيرين بتاعت كام شهر اللي كان باين عليها عدم الاهتمام بنفسها وانها عندها اكتئاب. شيرين عبد الوهاب ظهرت بشكل وجسم الناس اتصدمت منه، وبصراحة معهم حق. تبصوا في وشها تلاقوه مش منفوخ زي ما كان، وبقى جسمها متناسق وباين اكتر انها مبسوطة ومستريحة، وكمان اللبس بتاعها بقى احلى وبقت مهتمة بنفسها وبلبسها، وهي كانت لابسة فستان اسود ولايق على جو المصيف، وكان بكات اوت عند بطنها. طبعا هو مش فقدان وزن بشكل كامل، لكن كبداية برافو يا شيرين انك بس مهتمية بنفسك ومستريحة اكتر. والجمهور شاف الصورة وقالوا انهم فرحانين باهتمامها بجسمها وانها بدأت تاخد بالها من صحتها، وقالوا عقبال ما تبقى شيرين المطربة اللي نعرفها وترجع تعمل الاغاني اللي كلنا بنحبها منها، علشان هي صوت ما ينفعش يبطل ولا يختفي وقت طويل. شيرين عبد الوهاب خدت قرار مفاجئ في حياتها، ويمكن محدش يعرف ايه اللي هتعمله وايه هو القرار ده، بس هنقول لكم انها قررت تعمل اغاني وحفلات كتير ومش هتغيب عن الجمهور تاني مهما حصل، وهترجع شيرين بتاعت زمان اللي مهتمة بشغلها ولبسها وفنها، وده بسبب الجدل اللي بيحصل حوالين لقب صوت مصر، وهي شايفة ان الموضوع بدأ يهرب منها ويروح في حتة تانية، وان المطربة انغام بتنافسها عليه. ورغم ان انغام كمان مريحة شويتين الفترة دي، بس جماهيريتها كبيرة، وشيرين اللي برضو ليها جمهور كبير مش بس في مصر، ده في الوطن العربي كله. لكن هي هتثبت ده بفنها وشغلها الفترة اللي جاية، علشان الاختفاء مش في صالحها. شفنا الفترة اللي فاتت شيرين عبد الوهاب عملت أكتر من حفلة وحضرها جمهور كبير، لكن هي الفترة اللي جاية مش بس هتكتفي بالحفلات، لا دي كمان عندها تحضيرات من نار على ألبوم مع روتانا هتعمل فيه 8 أغاني. قالت إنها خلصت 4 أغاني منهم وبقوا جاهزين إن هم ينزلوا أغنية ورا التانية، وطبعاً الأربعة التانيين هينزلوا جزء تاني، يعني الألبوم على مرتين. طبعاً بنتمنى التوفيق لشيرين عبد الوهاب، وياريت ترجع لفنها وجمهورها بشكل أفضل من الأول. وأياً كان الوزن اللي هي فيه، إحنا بنتمنى لها بس إنها صحتها تبقى كويسة، ويكون اختيارها ده بعد ما تكون كويسة نفسياً وكمان جسدياً.